في الفوز أزداد به فخراً، وفي الهزيمة أزداد به عشقاً. إنه الأهلي، الأهلي مشرف أمر لا جدال فيه بأي حال من الأحوال. النادي الوحيد اللي بيمثل اسم مصر في المحافل الدولية، مشرفنا كلنا، فدي برضو حاجة لا جدال فيها وفخر لينا كلنا كمصريين. لكن نقطة ومن أول السطر وبداية جديدة. فأهلا بكم الأول في حلقة جديدة من برنامج الحريفة، وأهلا بك يا أميرة، منورة النهاردة. حبيبة قلبي نورك الأبيض منور. أهلا بيكم، وعايزة أقول لكل جماهير الأهلي هارد لك. فعلا كان بإمكاننا وفي إيدينا نحقق حاجة أكتر من اللي وصلنا لها، وكان في إيدينا نفوز على ريال مدريد ونحقق إنجاز تاريخي. كنا قادرين كمان نكسب امبارح ونفوز على فلامينجو ونحقق المركز الثالث. كل دي حاجات فعلا كنا قادرين نعملها، وشفنا قد ايه كنا قريبين منها، بس نصبنا كده. وهارد لك، وان شاء الله نتعلم ونشوف اخطائنا ايه ونحسنها المره الجايه ان شاء الله. صح صح، والحقيقه احنا كمان واثقين في امكانياتنا وارادتنا، وان كل حاجه هتكون احسن ان شاء الله الفتره الجايه. قدامنا بطولات اكتر واكتر هنحقق فيها انجازات تانية باذن الله، واكيد هنشتغل على نفسنا ونحاول مره واثنين وثلاثه وعشره لحد ما نحقق اللي احنا عايزينه. والليالي الصعبه اللي زي دي هي اللي بتصنع الابطال، هي اللي بتصنع النادي البطل. فباذن الله، واحنا ما بنتكلمش عن برضو حاجه سيئه، احنا مركز رابع في كاس عالم الأندية يعني بالضبط. فالحمد لله رابع على العالم يا أستاذ، يعني مش احنا مش قليلين برضو. وزي ما قال برضو الكابتن الراحل صالح سليم، قال ايه، دي مش النهاية، النهاية احنا هنكتبها بإيدينا. ودلوقتي تعالوا نبدأ حلقتنا ونروح نشوف معانا أخبار النهاردة في السريع، يلا بينا.